قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله هذه الآية فيها من الابتلاء والامتحان. الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر ونهى عن نواهي ومحرمات، وقدر الله سبحانه وتعالى أن بعض الخلق، بعض الناس يسلط على الآخر. معلوم قال أن العبد يفر من عذاب الله باتباع الأوامر واجتناب النواهي، لكن يقدر الله على العبد من يأتيه ويبتلي في دين الله. لماذا تطلق اللحية؟ لماذا تصنع كذا؟ لماذا تصنع كذا؟ فإما أن ترضي الناس بسخط الله، كانت النتيجة سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التمس، يعني تعاطى كل الأسباب، من التمس رضا الله، لا يهم أحد، من التمس رضا الله بسخط الناس قال رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. الجزاء من جنس العمل. عندما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، قام عليه الصلاة والسلام مباشرة، صعد الصفا وقال: يا معشر قريش، أو كلمة النحو، اشتروا أنفسكم، يعني بالدخول في طاعة الله وترك الشرك. فعل أسباب عليه الصلاة والسلام نسب بسببها إلى الجنون. لو يقوم مسلم الآن، لو جينا سعود الآن يصعد فوق المنبر، ولا يصعد هنا، ولا يصعد في الخارج ويقول: يا أيها الناس اشتروا أنفسكم، قالوا مجنون هذا، صحيح أو لا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بأحد في دين الله عليه الصلاة والسلام، قال: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآية فيها من الاختبار والامتحان للعبد. وانت ترى بعض الناس، يعني إذا مثلا أراد السفر أو أراد ذهب، مثلا ذهاب إلى زواج، فيه بعض الناس يعني من يعني يخالف الشرع وكذا، يحاول أنه يخفي اللحية أو يجعل الثوب مسبل أو ما إلى ذلك. قال: جعل فتنة الناس، يعني خوفه من كلام الناس أشد من خوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى، فوافق هؤلاء وترك خوفه من الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر اجتناب النواهي، نسأل العافية والسلامة. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اقرأ كل آية التوكل. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، وكافي من اتبعك من المؤمنين الله، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. لا يوجد تفسير لهذه الآية إلا هذا: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله،
وكافي من اتبعك من المؤمنين الله سبحانه وتعالى لا غيره. التوكل عمل قلبي لا يمكن يصرف إلا لله، صرفه لغير الله شرك أكبر. ولا يمكن أن تقول حتى بثم التوكل على غير الله. عمل قلبي ما يصرف إلا لله. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين الله، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. التوكل ما هو؟ قال هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. ثلاثة أشياء في تعريف التوكل: أن تكون صادق في اعتمادك على الله، واثق 100% أن الله سبحانه وتعالى منجز لك ما وعد، تأخذ بالأسباب. الثالث: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. يقول بعض العلماء لو لم يرد في فضل التوكل إلا هذه الآية لكفى بها، فما بالك بأدلة كثيرة في فضل التوكل. التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرف لغير الله شرك أكبر. وعلى الله فتوكلوا، تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر. عمل قلبي لا يصرف إلا لله، ولا يمكن قلنا تقول توكلت على الله ثم بعد تقول ثم، ما يمكن. الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أمور إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرف لغير الله الشرك أكبر. الثاني اعتماد على حي، اعتماد على حي لكن مع نوع افتقار، هذا شرك أصغر. كيف؟ بعض الناس ينفق عليها الملياردير أو التاجر أو الأمير أو الوزير أو الرئيس، وتسأله من ينفق عليك؟ يقول الأمير، الرئيس، الوزير، الملياردير. طيب لو قطع عنك هذا النفقة؟ قال أضيع، أتشرد، أموت. هذا إيش؟ إذن عنده نوع افتقار، إذن هذا الشرك أصغر. وإذا قال سبحان الله هذا سبب، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هذا صحيح. الثالث الوكالة، وأدخلناه هنا حتى تفهم، حتى تفهم. تقول وكلت فلان، يعني أنا أعلى منه مرتبة. الآن عندما وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري له أضحية، يصح؟ يصح وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة والخاصة. الخاصة من يشتري له أضحية، وكل من يقوم على الحج، وكل من يأتي بالزكاة، صح؟ يصح؟ يصح. لماذا أدخلناه هنا؟ حتى تفهم أنه هذه وكالة. تقول وكلت، أي فوضت فلان يشتري لي جوال آيفون، جزاك الله خير، تمام، أو أوكله، يصح، ما في إشكال. لكن ما تقول توكلت إلا على الله سبحانه وتعالى. مفهوم سبب الإدخال هنا حتى تفهم فقط. إذن قلنا ثلاثة أشياء: اعتماد مطلق، هذا صرف الغير لا شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي معنى وافتقار، شرك أصغر. الثالث وكالة جائزة، وهذه الوكالة تكون في كتب الفقهاء، تمام. ذكرنا هنا حتى تفهم فقط. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبنا الله ونعم الوكيل هي قول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عند الشدائد، قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه الله سبحانه وتعالى. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يلتجئ لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. حصل ما حصل في أحد لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وعلى ما ذكر ابن القيم رحمه الله هذه ليست بهزيمة، وذكر الفوائد المترتبة على ما حصل في أحد. بعد أحد كان هناك جماعة من الناس ركب، أرادوا السفر إلى المدينة، هم في مكة. لقيهم أبو سفيان رضي الله عنه، وهذا الوقت لم يدخل أبو سفيان رضي الله عنه في الإسلام بعد. قال إلى أين؟
قالوا إلى المدينة، قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن نعد العدة ونريد نرجع ونقضي على كل من في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قال لهم الناس الركب، إن الناس كفار مكة والأحزاب قد جمعوا لكم الجموع والجيوش، حصل ما حصل في أحد، قلة عتاد وعدة، جرحى، شهداء، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين قال لهم الناس قلنا الركب، إن الناس كفار مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إيمان بماذا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما يشك أهل الإيمان في هذا، إن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق وثقة وأخذ بالأسباب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالتجهز، خرجوا. هنا منطقة عندنا قريبة المدينة، حمراء الأسد، حمراء النمل، المهم أي شيء اعتبرها قريبة. انتظروا قدوم أحد من مكة، ما قدم أحد. من صرف هؤلاء؟ قال فانقلبوا، يعني رجعوا من هذا المكان الذي اجتمعوا فيه انتظروا في مكة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذا لابد تكون قول أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد عند الشدائد حسبنا الله، أي كافينا الله سبحانه وتعالى ونعم الوكيل. نعم. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. السائر إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يجمع في سير إلى الله بين الخوف والرجاء، يجعلهما كجناحي الطائر لا يغلب قوة جناح على آخر، دائما ينظر إلى ذنوبه كأنها جبل يكاد يسقط عليه، ومع هذا يخاف، ومع هذا هو خائف الآن، مع هذا لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال نعم